في أجواء مليئة بالحماس والترقب، تم اختيار ندى كوسا لتكون ملكة جمال لبنان لعام 2024، تلك اللحظة التي لطالما حلمت بها. فازت ندى بعد تنافس شاق مع 14 مشتركة أخرى، جميعهن تألقن بمقومات خاصة جعلت منهن منافسات قويات على اللقب. ندى البالغة من العمر 26 عاماً لم تكن مجرد واحدة من المشاركات، بل كانت الأبرز بفضل حضورها وشخصيتها الجذابة. وقبل أن تعلن النتائج النهائية، وقفت مع المتسابقات الأخريات اللواتي تأهلنا للمرحلة النهائية، حيث نالت سارة لينا أبو جودة على لقب الوصيفة الأولى، وغاييل باليان على لقب الوصيفة الثانية، وميليسا قزح على لقب الوصيفة الثالثة، وسيبيل بوشعيا على لقب الوصيفة الرابعة. من هي ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا؟ اضغط لايك وتابع معي. ولدت ندى كوسا في بلدة رحبة في قضاء صغارتا بمحافظة عكار بشمال لبنان، ونشأت في أسرة متواضعة مع والديها بسام وجوديت كوسا وأشقائها. تخرجت ندى من كلية العلوم الإنسانية بجامعة الويزا في لبنان عام 2020 في فترة كانت مليئة بالتحديات بسبب جائحة كوفيد-19، ثم أكملت دراستها ونالت الماجستير في علم النفس العيادي من جامعة البلماند في عام 2022. ندى كوسا ليست فقط ملكة جمال، بل هي أيضاً معالجة نفسية محترفة. عملت بجد للحصول على رخصة ممارسة العلاج النفسي، وانضمت إلى نقابة المعالجين النفسيين في لبنان. الصحة النفسية كانت دائماً في مقدمة اهتماماتها، وقد شاركت في العديد من الفعاليات التي تركز على هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بصحة المرأة. إذا كان يبدو لك وجه ندى مألوفاً، فهذا ليس غريباً، فقد شاركت في عدة إعلانات تجارية بفضل جمالها وشخصيتها الجذابة، ومن بينها كانت تلك المتعلقة بالمجوهرات الفاخرة. كما ظهرت في فيديوهات توعوية لمؤسسات اجتماعية تهتم بقضايا مختلفة، ما أظهر موهبتها في التمثيل أيضاً. ندى تعشق السفر واستكشاف الأماكن الجديدة، وهذا واضح من خلال حسابها على إنستغرام، حيث تشارك متابعيها صوراً من رحلاتها المختلفة. في حديثها الأول بعد التتويج، عبرت ندى عن سعادتها الكبيرة بالفوز، ووصفت التجربة بأنها مليئة بالتعلم والجمال، وشكرت أسرتها على دعمها الكبير، مؤكدة أن هذا الفوز يظهر أن بالإمكان تحقيق الأحلام إذا ما حاولنا بجد. وأكدت ندى أن شعار المسابقة تمكين المرأة يعكس اهتمامها بالقضايا التي تهم النساء، خاصة الصحة النفسية. ندى كوسا لفتت الأنظار بإجاباتها وتصريحاتها الإيجابية على خشبة المسرح قبل تتويجها، حيث قالت إنها ترغب في مشاركة التاج مع جميع زميلاتها، وأضافت أنها ستركز على التعليقات الإيجابية لمساعدتها على التطور والنمو. تلقت ندى تهان من نجوم الفن مثل إليسا وماجي بوغصن وريا أبي راشد ودانيلا رحمة، وأعربت عن طموحاتها في المشاركة في مسابقات الجمال العالمية، مستلهمة من ياسمين زيتون ملكة جمال لبنان السابقة.